السلام عليكم. صحايتكم؟ انا رزقني ربي بثلاث اولاد. البنت هذه مسكينه راها مريضه، نسخصوا علاج. اللي عنده حل بالبنت هذه يتصل بينا، اجروا على الله. البنت هذه تستاهل شريطه متحركه، باه نعود نقلوا فيها، تروح تقرا، تروح دير سبور، تروح السبيطار، احنا نقضيو بها حاجتنا. رانا خلاص عندنا ما نقدروش يسمن نلبيو لها الطلبات تاعها، والطلبات تاعو حرام شويه ولاو ملي كبرت في عمرها 12 سنه. سما الطلبات تاعها حرام زايدين يسمى يكثروا بزاف، وعندنا يسمى ما قدرناش نلبيو الطلبات تاعها. ونتمناو ان شاء الله من اي مواطن يعني يكون عنده حل للبنت هذه، نتمناو ان شاء الله يدنا باه نشفيو الطفلة هذه. أجركم عند الله. قصدك سيارة متحركة كهربائية؟ نعم كهربائية. كهربائية ماشي عادية؟ ماشي عادية. بارك الله فيك. واش راكي بنتي لاباس؟ لاباس؟ الحمد لله. واش راكي لاباس؟ الحمد لله. ونتمناو إن شاء الله من أي مواطن اللي يقدر على الحاجات هذه يتصل بينا، أجره عند الله. بارك الله فيك خويا، السلام عليكم.